بنفسك مهندس طبعا زي امين عام الاتحاد العربي لكمال الحقوق. كنا عايزين نتعرف من سيادتك ايه هو الاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية وبيعمل ايه للأفراد والشركات والمؤسسات؟ الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية هو اتحاد عربي صادر قرار 2292، وده طبعا ملكية فكرية، نشر ثقافة الملكية الفكرية في الوطن العربي، ينشر ثقافة الملكية الفكرية في الوطن العربي. طب بالنسبة للأفراد بيعمل إيه؟ بالنسبة للأفراد، أولا بيعمل اختراعاتهم وبيشكل في بالنسبة للعلامة التجارية، كمان للعلامة التجارية دي للشركات ده للشركات وللأفراد برضه، أو بس الأفراد. أفراد عنده بتاع، فأفراد وشركات. فإحنا في الاتحاد هيئة عربية دولية بتحمي حقوق الملكية الفكرية، سواء ملكية صناعية أو سواء ملكية أدبية. الملكية الصناعية تشمل براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية، النماذج الجغرافية، النباتات الجديدة. أما حق المؤلف فهو حق المؤلف اللي هي حقوق الكتاب والعقول المجاورة للتأليف، وهي فنان الأداء ومنتج التسجيلات الصوتية وآيات البث الصناعي. البث البث الإذاعي. الإذاعي، الإذاعي. طيب بالنسبة للاتفاقيات الدولية، انتوا عاملين اتفاقيات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية؟ في اتفاقات كتير، يعني مصر عاملة موقع اتفاقية 82 لسنة 2002. أما اتفاقات دولية ففي اتفاقات دولية، في اتفاق باريس للملكية الصناعية واتفاق برن للملكية الأدبية، وفي عدة اتفاقات كتير قوي عاملاها الوايبو، زي اتفاقية براءة الاختراع، زي اتفاقية حق المؤلف، كله في اتفاقات كتير يعني. شكرا لحضرتك.